ممكن تحكي لي عن سبب اختيارك لمشفك هناك اكسبيرت في زراعة الشعر؟ والله صراحة يعني كنت ناوي ازرع شعر، بس يعني عن طريق صديق يعني عرفت الكلينيك اوكي، وتشيكت يعني شفت اوكي يعني كل شيء تمام اوكي، فجينا لتركيا وشفنا الدكتور. كيف كانت المعاملة؟ معاملة كلش زينة يعني كلش كويسة، يعني ما حسيت بشيء. تنصح أصدقائك يجوا يعملوا عملية؟ أكيد 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 أكيد، إذا أصدقاء واحد يعني حاب ننصح يجي يعني يعمل عندكم عملية. شكرا لك سيد آدم. شكرا لكم. شكرا لكم.